بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية شريف صدقي عددا من ملفات العمل، وأكد الرئيس الوزراء على الأهمية البالغة التي تمنحها الدولة لتطوير البنية التحتية الفضائية من خلال الاستثمار المكثف في رأس المال البشري والابتكار العلمي، بما يعزز من مكانتها على الساحة الفضائية الدولية ويدعم تطلعاتها الوطنية. وخلال الاجتماع تم استعراض مستجدات الموقف التنفيذي لمنشآت المدينة الفضائية، وكذا الموقف الراهن لتوطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى ما يتعلق بتفاصيل تأسيس شركة مساهمة لتصنيع مكونات الأقمار الصناعية وشركة لتسويق منتجات الوكالة، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية لتمكين المستخدمين من تصفح وشراء الصور الفضائية.